بعد تقرير لجنة العقوبات الأممية بشأن ليبيا الذي أكد استمرار تركيا في نقل المرتزقة إلى البلاد، كشف مسؤول عسكري في الجيش الليبي أن دفعة أولى من المرتزقة السوريين نزلت إلى شوارع العاصمة طرابلس بزي الشرطة واستلمت أماكنها وبدأت في الإشراف ومتابعة الأوضاع الأمنية فيها، وذلك بعد تلقيها تدريبات وإدماجها من قبل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق. وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي العميد خالد المحجوب أن مجموعة من المرتزقة السوريين جرى تدريبهم بمعسكر التكبالي في العاصمة طرابلس نزلت إلى الشوارع بالزي الأمني الليبي للبدء بمهامها بعد إلحاقها بتشكيلات الشرطة التابعة لحكومة الوفاق. مع مرور أكثر من 40 يوماً على تظاهرات عمال السكر المستمرة في إيران من أجل المطالبة بحقوقهم المسلوبة، ذكرت الإدارة الأمريكية مرة جديدة بالثروات التي يحتفظ بها المرشد الإيراني علي خامنئي الذي يتربع على رأس منظومة عريضة من الشبكات الكبرى في البلاد، واتهمت النظام الإيراني بنهب ثروات الإيرانيين قائلة في تغريدة على حساب الخارجية الأمريكية باللغة الفارسية: اليوم هو اليوم 40 على التوالي لاحتجاج عمال شركة هافتبا لقصب السكر على المصاعب الاقتصادية التي تفرضها عليهم إدارة الشركة الجديدة بموافقة ضمنية من النظام الذي ينهب ثروات الإيرانيين.